اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ونحن في مهرجان مراكش السينمائي. تبدو السينما المغربيه غريبه الحال، ففي تلك المدينه تصور اهم الافلام العالميه في انتاج سينمائي متميز في المغرب. اليوم هناك فيلم مغربي بلجيكي فرنسي يشارك في هذا المهرجان باسم المغرب. ومع ذلك اذا كانت السينما المغربيه تنطلق الى العالميه فانها في محيطها العربي تبدو بعيدة وباهتة وغير واضحة. العيب في من والخطأ من أين؟ مناقشة حول السينما المغربية مع ضيفي العزيزين، واحدة من أهم المنتجات في المغرب، الأستاذة خديجة العلمي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. المخرج المعروف جواد غالب ومخرج فيلم المتمردة. أهلا وسهلا. أهلا بك سيدة خديجة. هل يمكن أن تقولي لي لماذا تبدو السينما المغربية بعيدة عن العالم العربي؟ أولاً أشكرك على الإضافة، وأود أن أعتذر على عربيتي الضعيفة. سأحاول معك قليلاً. أحاول. هذا جزء من أزمة السينما. هذا من أزمة السينما. لا، ولكن الأستاذ جواد سيعيننا. عربيته أحسن من عربيتي. ولكن المنتج هو الذي يتحكم أكثر في الصناعة، المخرج مسكين. فإذا كانت اللغة متعثرة كذا، هذا واقع السينما المغربية. لا، أظن المشكلة هي في مشكلة التوزيع. أظن البلدان العربية، إحنا في المغرب ليس لنا اتصال توزيعاً مع البلدان العربية، وأظن هو هذا المشكل. لماذا أعتقد أن اللهجة واحدة من هذه المشكلات الكبيرة؟ السينما المغربية أخجل من أن أقول لماذا لا تترجمون السينما المغربية إلى اللهجات العربية الدارجة أو الفصحى حتى؟ جواد غادي يجاوب أحسن مني، على ولكن أظن بأنه إذا أردنا أن نعطي فيلم أوتنتيك واقعي، لا يمكن أن الممثلين المغاربة يتكلمون عربية فصحى، لأنه نتكلم دارجة في المغرب. نعم. دارجتنا هي ماشي عربية فصحى، الواقع المغربي هو ماشي العربية الفصحى. جواد، ألا ترى أن ما يتناقض مع كلام السيدة خديجة قليلاً؟ ولكنكم تستطيعون أن تبذلون جهداً في السينما المغربية لتغازلون الغرب أو لتخاطبون الغرب أو لتخاطبون الممول أو المنتج الداعم لصناعة السينما لديكم؟ هي أولاً المخرج ماشي مسكين. نعم. يعني مع المنتج. نعم. المخرج بطبيعة الحال، وهنا كاين المشكل، هو المخرج خص يكون عنده يعني واحد الفكرة على الإنتاج. نعم. باش في الكتابة يفكر إنتاج كذلك. نعم. إذن هذه غير باش تمام بين قوسين. أوكي. بالنسبة للتصدير الأفلام المغربية، أولا بالنسبة لي أنا عندي الإنتاجات كلها تقريبا بلجيكية فرنسية مغربية أو بلجيكية مغربية. نعم. لأنني أقيم بين المغرب وبلجيكا كذلك، وهذا هو السبب الرئيسي اللي جعلني أن أغادر المغرب. نعم. وأستقر ببلجيكا، لأن من ناحية المادية إلى إذا كنا نريد أن نقوم بعمل يعني ممكن تصديره في جميع أنحاء العالم، يجب المادة، يجب الأموال. نعم. في المغرب كاين مشكلة ديال يعني الأموال باش نصنعوا أفلام، فالمنتجين والمخرجين المغاربة في واحد الوقت كي يضطروا باش يستعملوا واحد الكميات قليلة باش يديروا الأفلام ديالهم. هذا مشكل أول. مشكل ثاني بالنسبة للهجة. نعم. فإحنا أنا كمغربي يعني أدافع عن اللهجة المغربية، والجمهور المغربي يعني ما يمكنناش أن يعني نعاملوه بلغة
فصحى عربية فصحى، بالخصوص أن الجمهور ما كانش غير في مراكش أو في الدار البيضاء أو في الرباط، الجمهور كذلك في جميع في الصحراء في إلى آخره، فهذا الجمهور هذا ما كيتكلمش العربية الفصحى. هل هذا يستدعي الترجمة اللي كنت بتكلم عنها، أن أنت كمان علشان الموزع يقدر ياخد الفيلم أنت محتاج تساعده، فمحتاج تقدم له ترجمة حتى؟ نعم، بطبيعة الحال، بطبيعة الحال. ترجمة للعربية كما تترجم للفرنسية أو للألمانية. عن غادي نعقب على هذه الملاحظة، كنظن كما في المغرب عندنا مجهود يستعمل لترجمة أفلام تلفزيونية تركية، كان فهموا اللهجة المغربية المصرية اللبنانية. أنا كنوجه سؤال للجمهور له، لماذا لا يحاولون ترجمة أفلام مغربية؟ نعم، باش يمكنهم يوزعوها لتماك. لماذا لا يحاولون أن يفهموا لهجتنا كيف نحن نفهم أي لهجات من الشرق الأوسط؟ نعم، هذا سؤالي للجمهور في العالم العربي. نعم، سأقبل السؤال ونحن ننقله للجمهور. شكرا شكرا. الإنتاج، أنت لديك تجربة في الإنتاج العالمي، أنتجت أفلام عالمية كبيرة، بتشوفي ده بيمثل في الدخل المغربي قد إيه؟ يعني ورده ذات بتمثل في صناعة السينما العالمية، فبتمثل دخل إيه؟ كيف جاءت الفكرة؟ أنت الآن علمت أنك تبنين استوديوهات مثل هوليوود، فهل يمكن أن تحدثين عن هذه التجربة؟ كنظن الحظ اللي عندنا في المغرب، وهو بلد متنوع في اللوكيشنز، ثقافات، نعم، افتتاح للعالم. عندنا اي ممكن سينمائيا ممكن نصور اي قصه في المغرب، لا بيبل، حرب، افغانستان، باكستان، بيروت، القاهره، كابول، بغداد، اي بلد أظن نفكر فيه ممكن نصوره في المغرب. ورزازات هي عاصمة السينما المغربية، هو طبيعي أستثمر الاستوديوهات تما. أقضي أكثر من 8 أشهر من السنة في ورزازات، في اشتغالي مع الأفلام الأجنبية. الاستوديوهات هو لسويت لوجيك، يعني تتمة منطقية للوقت اللي كان قضيه في ورزازات. الامباكت نتيجة الأفلام الأجنبية في المغرب، وهو أحسن مدرسة للتقنيين المغاربة. نعم، لكي يمكن أن يستغلوا في الأفلام المغربية اللي ما عندهاش إمكانيات تجيب تقنيين من الخارج. أحسن مدرسة عندنا في السينما. المغاربة يشاركون في هذه الصناعة الأجنبية في الأفلام العالمية، بيكونوا موجودين طبعا في أي طاقم ديال فيلم أجنبي تقريبا 70% هم مغاربة. في اي فئه، في الديكورات، في الاخراج، في الكوستيم، في اي حاجه كان عندنا المغاربه. نعم، هي احسن مدرسه. دونك نتيجه الافلام الاجنبيه في المغرب هي مهمه للانتاج السينمائي المغربي. نعم، انت تقومين الان بالمشاركه في اعداد استوديوهات في ورزازات. في ورزازات، نعم، شبيهه باستوديوهات هوليود، شبيهة باستوديوهات جورج لوكاس. جميل. هذه التكلفة المالية والتغطية من أين؟ هي كان تكلفة من الأعمال اللي كان قم بها أنا والبنك المغربي. والبنك المغربي. الحكومة مكنتني أشتري الأرض بثمن رخيص جدا لكي تشجعنا أن ننتج في ورزازات. نعم. سيد جواد، أنت مهتم بحقوق الإنسان في صناعتك للسينما،
في فيلم المتمردة الذي يشارك في هذا المهرجان ذهبت أيضا إلى فكرة حقوق الإنسان واللاجئين في بلدان أوروبا، قد يتماس هذا مع ما يحدث الآن من وفود من اللاجئين إلى أوروبا، إلى أين تذهب بهذا الفيلم؟ من أي ناحية؟ من ناحية حقوق الإنسان. ناحية حقوق كيف الإنسان؟ يمكن لهذا الفيلم الذي يمثل حالة مغربية بطلة إعلامية تهاجر من المغرب، تعمل في مزارع في بلجيكا، تتعرض، ترى أن هناك تفرقة في المعاملة، هذا ما يشكو منه أغلب اللاجئين العرب الآن، كيف يمكن لفيلم يناقش حالة محلية أن يعبر عن واقع؟ هو يعبر بالخصوص عن واقع يمكن أن يحصل في جميع بلدان العالم، في جميع الدول، واقع أينما كان إنسان ضعيف كيكون إنسان قوي، كيستغله في أي ميدان، فلاحة أو صناعة إلى آخره. يعني الموضوع هو موضوع يعني عالمي، يمكننا نعيشه في أي مكان. فالمشكل حاليا والفيلم بالخصوص جاء على بعد عمل وثائقي، يعني خدمت في أفلام وثائقية اللي جعلتني نوجد هذا فيلم المتمردة، وبالخصوص فيلم سجلته وثائقي في جنوب إسبانيا في ناحية ألميريا، ناحية اللي كتنتج طماطم إلى آخره، اللي كتعرض في المتاجر في أوروبا بثمن رخيص، وهذه المنتوجات هي كتوجد بفضل اليد العاملة الإفريقية والمغربية بثمن رخيص جدا. فالمتمردة هي فتاة مغربية متمردة لا تقبل الوضع الحالي، قررت باش تمشي تعمل في أوروبا في الإلدوغادو، والفكرة ديالها هي أنها تمشي تعمل تربح شوية ديال الأموال باش ترجع للمغرب وتحقق المشروع ديالها. هي ما مشاتش يعني للخارج باش تجلس تماك، باش تبقى تماك، مشات باش تاخذ شويه الفلوس وترجع للبلد ديالها. ولكن ملي غتمشي لاوروبا، وهذا هو الموضوع يعني اللي مهم في الفيلم، وهو العلاقه ما بين الدول الاوروبيه اللي كتكون علاقه يعني معقده بزاف وكبيره، هي مثلا اوكرانيا مع روسيا. نعم. روسيا اوروبا خدت موقف من روسيا باش تساعد اوكرانيا، وروسيا جاوبت على ذاك الموقف ووقفت المنتوجات الاوروبيه. نعم. والمتمرده غتوصل في واحد الوقت اللي هو وقت سياسي اقتصادي جد معقد بزاف في هذيك الناحيه، والفلاحين اللي في اوروبا غادي يكونوا في واحد الوضعيه محرجه اللي غتجعلهم يستغلوا هذوك المهاجرين. والمتمرده ما يمكن لهاش تسكت، فقامت بثوره. هل ايضا تريد ان تقول في هذا الفيلم انهم في تلك البلاد التي تتحدث عن الحريات او حقوق الانسان لا يمارسون هذا على ارض الواقع؟ هل تريد ان تقول لنا علينا ان نقبل بما نحن فيه، فلا تعتقدون أن هناك جنة وهنا جحيم، كلنا في حقوق الإنسان سواء؟ بطبيعة الحال لحقاش الفكرة اللي عند عدد كبير من الأفارقة والعرب، وهو أنهم البلاد ديالهم جحيم. نعم. فكيفكروا يمشيوا للجنة، لحقاش ديك الجنة كيشاهدوها في التلفزة على طوال الوقت، كيشاهدوا أفلام، كيشاهدوا يعني شوارع، كيشاهدوا يعني الناس أغنياء. فبالنسبة لهم اللي كيمشيو لأوروبا أي مكان في أوروبا يمكن لهم يلقاو فلوس المال في الأرض. نعم. فهذه الفكرة. ولكن كما قلت يا أستاذ، فبالنسبة لي
يعني الاستغلال والحقوق الإنسان. المشكلة ما كتطرحش غير في المغرب أو في الدول العربية، ولكن كتطرح كذلك في أوروبا. نعم سيدة خديجة، هل تعتقد أن المنتج يفرض وجهة نظره أو وصاياته؟ فهو صاحب المال، هل يمكن أن يفرض المنتج الغربي أو المساهم في الإنتاج مثل فرنسا وبلجيكا في هذه الحالة، هل يمكن أن يفرض رؤية ما على أصحاب الفيلم؟ لا، إلا كنا كنشتغلوا مع مخرجين مثل جواد غالب، لا أحد يفرض. طب لو لم يكن جواد، هل هناك مخرجين تفرضون عليهم تلك الرؤية أو الإرادة أو الهدف؟ لا نفرض الرؤية، المنتج يفرض الإمكانيات المادية، ولكن لما نبدأ عمل مع مخرج أو مخرجة لقصة we do it because we like the story. هو المنتج لا يبدأ أي عمل إلا ما كانش مقتنع بالفيلم اللي غادي يدفع فيه مال. ما كان فرضوش رؤية. إحنا باقي ما عندناش استوديوهات بحال سوني ولا وارنر ولا غوما باش نفرضوا واحد الرؤية. حنايا كنديروا أفلام حيت كيعجبونا الموضوع وباغيين نعاونوا ونحقوا داك الموضوع مع المخرج أو المخرجة. إذا أقرينا بأن صناعة السينما في المغرب، السينما المغربية لا تحقق أرباح، أكيد تحقق خسائر. فإذا المنتج اللي داخل مش داخل علشان عنده هدف ربح، ولكن هو يدخل لأسباب أخرى. كيف يبدو هذا التناقض؟ ما يقوله جواد عن أن حقوق الإنسان والحريات حتى في الغرب المسألة ليست بهذه الصورة الرومانسية، الدعم فرنسي بلجيكي من أوروبا، دول تدفع، لماذا؟ هل هي تسعى إلى صناعة فكر ورؤى ودعم للحريات، أم أن لديها أهداف أخرى؟ أظن هو دعم للحريات ورؤيات، دعم لأوروبا. نعم. لأفلام مثل جواد أو نعم. آخرين، هي دعم رؤية وحرية التعبير. كنظن هو فيه تناقض في أوروبا، في نظري أنا شخصيا تناقض موجود في لا تيوري كومون تي تيوري في الرؤية بأنه كاين حرية التعبير، ولكن ليس لهم حرية التعبير حقيقية، ولكن يوجد واحد المجموعة من الماليين اللي كيأمنوا بحرية التعبير الحقيقية. هذا هو الحظ اللي عندنا اللي كان ساعدنا باش نديروا أفلام. سيد جواد، هل تتابع السينما العربية بشكل جيد؟ طبيعة الحال، ولكن إلى سمحتي نرجع لهذا السؤال هذا لحقاش هو مهم. أولا يعني المنتجين ما كيفرضوا الرأي ديالهم وإن القرارات ديالهم على مخرج إلا كان المخرج ما عندوش شخصية. أولا فالمخرج اللي كانت عنده شخصية هو كيعرف شنو المسائل اللي غادي يفرض رؤيته. نعم طبيعة الحال. وثانيا هي علاقة بين المنتج والمخرج، ماشي علاقة حرب بين المنتج والمخرج، ولكن علاقة يعني صناعة فيلم، فكرة واحدة إلى آخره. بالنسبة للسينما العربية، بالنسبة للمشاركة المادية نعم. في الـ في الـ في الـ في الأفلام، هو الفكرة هي إنتاج أفلام اللي يمكن لها أولا تتكلم على موضوع حساس، حقوق الإنسان إلى آخره، ولكن في نفس الوقت إنتاج فيلم اللي يمكن له يتقرب ويقرب الجمهور من هذا الموضوع، وفيلم بالخصوص اللي يمكن له على واحد المدة، لحقاش الفيلم ما كي الحياة ديال الفيلم ماشي شهر ولا شهرين، الحياة ديال الفيلم هي سنين. في ذاك الوقت الفيلم خصو ينتج أرباح اللي غتمكن المنتج من القيام بصناعة أفلام أخرى، والمخرج كذلك صناعة أفلام أخرى.
الا كان المخرج او المنتج كيديروا افلام باش ما يكونش ربح في هذه الافلام فلا داعي للقيام بهذا العمل. بالنسبه للسينما العربيه بطبيعه الحال انا من المعشقين يوسف شاهين. نعم. المايسترو كذلك نصر الله يسري نصر الله كذلك السينما اللبنانية إيران. إيران نعم. سينما كبيرة في إيران. يعني هل تعتقد أن لدينا صناعة سينما الآن في العالم العربي؟ ربما منذ سنوات كان لدينا صناعة واضحة. هل نستطيع أن نقول أن في العالم العربي صناعة سينما بكل عناصرها؟ طبيعة الحال إذا كان العالم العربي وبالخصوص المغرب، وهذا جواب على السؤال طرحته من قبل، إذا كانوا المخرجين المغاربة والمنتجين المغاربة كيفكروا في أفلام يعني واقعية اللي ما كيبحثوش عليها باش يديروا أفلام في حال أمريكا أو فرنسا، يعني بليزيفي سبيسيو سبيشال إفكتس و سيارات تحرق وإلى آخره. فملي كنتكلم على السينما الإيرانية مثلا هي سينما بسيطة بسيطة جدا، بسيطة في التصوير، القوة بسيطة في التصوير، القوة كلها هي القصة، هي الممثلين، هذه هي القوة ديال سميتو. وهنايا فين كاين يعني الضعف ديال بعض المرات ديال السينما المغربية أو السينما الجزائرية مثلا اللي كيبحثوا على مثلا يديروا أفلام بحال أمريكا لحقاش الجمهور كيعجبهم الأفلام الأمريكية. فهذا يعني ترى أن صناعة السينما في مصر تبتعد كثيرا الآن؟ صناعة في مصر كنظن بأن كاين واحد البحث على يعني منذ وفاة يوسف شاهين وعاطف الطيب بطبيعة الحال، يعني كاين واحد الضعف. نعم. في الأفلام في المواضيع بالعكس لبنان مثلا كيهضروا على الواقع ديالهم، فلسطين كذلك داروا فلسطين داروا أفلام يعني جد مهمة لحقاش جاية من الواقع ديالهم، إيران كذلك من الواقع ديالهم. نعم. فكل ما كنبقاو في الواقع ديالنا كل ما الفيلم كيكون أحسن، طلع سينما جيد وكيتصدر للخارج، أفلام يعني كتلقى الجمهور ديالها في بلجيكا في فرنسا في عدد كبير من الدول. سيدة خديجة، لو أردت أن توجهي رسالة لصناع السينما في مصر وتقول لهم تعالوا عندنا فرزازات في المغرب تقدروا تصوروا كل اللي انتوا عايزينه بدل ما تصوروا في اوروبا وتسافروا هنا وهنا، تقولي لهم ايه؟ مرحبا بكم. احنا عندنا مجموعه من التشجيعات للافلام الاجنبيه، واظن تشجيعاتنا غادي تكون اكثر للافلام المصريه والعربيه. ماذا سيجدون لديكم؟ حرفيين مهمين، رخصة سهلة ماشي صعبة، ليليو دو تورناج ديفيرون، أماكن تسجيل تصوير مختلفة. أنا شخصيا العالم كله مختصر عندكم في ورزازات. العالم مختصر في المغرب. لا ماشي غير في ورزازات، ماشي في ورزازات، في المغرب. مثلا نعطيك مثال، ممكن تصور القاهرة في الدار البيضاء، الجزائر العاصمة، يعني حاجة هنا صور القاهرة، طب نصور بلد ثاني. جزائر بين الدار البيضاء وطنجة، حيت خاصنا بيروت في صورناها في سيريانا في الدار البيضاء، وهي احنا مراكش درت تحرير بلاي سكوير في مراكش. كويس، ضيعنا القاهرة كده. اوكي اكزاكتلي. مش لازم يرجعوا القاهرة تاني. جواد، حظوظ فيلمك المتمردة في هذا المهرجان في المسابقة الرسمية،
هل تضع آمالا كبيرة أم أن آمالك مجرد المشاركة هذا انتصار؟ آمال كبير أرجوك. آمال كبير بطبيعة الحال لحقاش الفيلم بدأ الحياة ديالو يعني في المهرجانات، هذه أول مشاركة اللي بدينا فيها بهذا الفيلم هذا. بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا شخصيا وبكل صراحة، فربحت بهذه المشاركة، هذه ربحت عندي ربح باش السيد كفرانسيس فورد كوبولا يشوف الفيلم ديالي أنا، فهذا عندي أنا ربح كبير بزاف. نعم. الباقي هو الصورة اللي الآن عند هذا الفيلم هذا بالنسبة لهذه المشاركة هذه في المسابقة الرسمية. فمراكش كذلك غادي يكون عندها صدى في عدد كبير من الدول، يعني هذه المشاركة غادي تمكننا من مشاركة في مهرجانات أخرى كبيرة إن شاء الله. ولكن أصر على الربح لأنه عندنا مشروع ثاني ما بين المنتج والمخرج. عندنا مشروع إن شاء الله سيناريو آخر كنوجدوه فيلم آخر، فيلم آخر هو مهم عندي نربحه هنايا باش يمكننا نديروا الفيلم الآخر بإذن الله. هدية العالمي جواد غالب، بشكركم جدا. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا. بشكركم. هنطلع فاصل، بعد الفاصل لسه مكملين من مهرجان مراكش السينمائي وحوار خاص جدا مع كامل أبو علي أحد رعاة هذا المهرجان. اهلا وسهلا بحضرتك. لما جيت مهرجان مراكش السينمائي لفت نظري جدا ان سيد كامل ابو علي المنتج السينمائي المعروف المصري ورجل الاعمال اللي عنده استثمارات كبيره في المغرب، وده شيء يسعدنا، ولكنه كان احد رعاه هذا المهرجان في مهرجان القاهره السينمائي، وكنت بنقول لحضراتكم على الهواء من القاهره لم ارى السيد كامل ابو علي، فاندهشت وكان علي ان اساله. ولكن قبل ان اسال ارحب بها اولا. اهلا وسهلا استاذ كامل. اهلا استاذ خير. اولا انا بشكرك على حسن الاستقبال والحفاوه وما تقدمه لنا هنا في المغرب من كل التسهيلات، فبشكرك جدا. الله يخليك. لكن ده ما يمنعنيش ان اسالك، حلو قوي انك تبقى راعي المهرجان مراكش السينمائي، يعني ما يضايقناش كمصريين ويسعدنا، نحن والمغرب شيء واحد. ولكن ما يثير الدهشه انك ده انت حتى ما حضرتش مهرجان القاهره السينمائي، فيعني ما حضرتش ولم تكن من الرعاه وتبقى راعي هنا ليه؟ لا، هو الوضع مختلف. بمعنى مختلف خالص. اول حاجه انا ما عنديش استثمار في القاهره نفسها، لكن عندي استثمار هنا في مدينه مراكش. ده من بس انت في القاهره انت منتج سينمائي، يعني السينما جزء من بس شغل. ماشي، بس هي الوضع مختلف لحد كبير جدا. الحاجه الثانيه ان انا عاوز اقول لك على حاجه، انا لحد الان في خلال الفتره دي كلها من ساعه ما دخلت الانتاج السينمائي ما جاتليش دعوه لمهرجان القاهره، مهرجان القاهره. نعم. ما جاتليش دعوه لمهرجان القاهره. يعني كامل ابو علي المنتج السينمائي اللي انتج تقريبا حوالي 35 فيلما سينمائيا لم توجه له دعوه في مهرجان القاهره السينمائي ولا مره؟ ولا مره، ولا مره صدقني. يعني ده وده يمكن هقول لك، يعني من ضمن انا مره رحت من غير دعوه، خلي بالك. اها. انا رحت من غير دعوه، قلت ده البلد ممكن نظام وده، لكن لكن الموضوع مش موضوع الدعوه بس برضو، يعني الموضوع برضو لا، ما هي الدعوه بتعكس انت موجود فين في الساحه وفي في الحركه السينمائيه، يعني هم شايفينك ازاي يعني. بس على حاجه، هو برضو في اختلاف كبير جدا بين مهرجان القاهره ومهرجان مراكش. ايه الاختلاف؟ لا، اختلاف كبير جدا. مهرجان مراكش دلوقتي الدوره 15. نعم. يعتبر سنه صغير جدا وعمره صغير بالنسبه لمهرجان القاهره. نعم. لكن الحرفيه اللي بتدور بها مهرجان مراكش اختلاف كبير جدا عنه عن مهرجان القاهره. نعم. لا، في حرفيه هنا في وانت اكيد شايف والناس كلها بتشوف، يعني بتبقى العلاقه ايه ما بين الاستثمار والرعايه؟ يعني هل لان ده جزء من مصالحك انت ممتن لهذا البلد فانت بتشارك في دعم صناعه السينما، ولا لان حضرتك شايفه مهرجان مهم
وشيء جميل ان اسمك يكون موجود فيه. هو العائد بتاعه بالنسبه لنوعية الاستثمار السياحي بتاعي هنا ما فيش شك انه بيكون عائد كويس جدا، بيخدم الاستثمار بتاعه على مدار العام، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان هو مهرجان، اصل الناس برضو ممكن فاهم مهرجان السينما ده بطريقه، لا مهرجان السينما هو مهرجان تنشيط للسياحه اولا في البلد نفسها. يعني انت لو هتيجي مثلا هتبص على فينيس مثلا، مهرجان فينيس ده ما فيش شك ان بيخدم جميع فينيسيا طول السنه، مدينه فينيسيا طول الوقت طبعا مصدر دخل. كان نفس الكلام ده، مراكش ده هذا المهرجان بيخدمها طول السنه خلاص. وانت بما انك مستثمر عندك فنادق فده بالنسبه لك بيصب في رصيدك يعني. ما فيش شك، ما فيش شك. طيب خليني قبل ما اروح للاستثمار، لان دي نقطه تانية حابب اتكلم فيها، شايف صناعه السينما في مصر والمغرب ازاي؟ لا هو احنا في مصر متقدمين جدا في الحته دي. بس طبعا يعني مش هتكلم اخر خمس سنين او ست سنين دي المتدهورين فيهم يعني. في عندنا مشاكل كتير جدا، لكن الفيلم المصري على الاقل ممكن بيتسوق في جميع الدول العربيه، دي الفيلم المغربي بيكون محلي فقط، فطبعا دي عامله له قيود كتير جدا. لكن الفيلم المصري في الشك انه فيلم عربي مصري عربي، لكن المغربي زي ما بقول لك فيلم محلي، فده طبعا بيأثر على نوعيه الانتاج كل شيء. نوعيه الافلام نفسها مختلفه. نعم. عندنا تنوع كبير جدا في مصر. في مصر طبعا. نعم. تنوع كبير جدا، وعندنا كمان الآلية نفسها، الصناعة نفسها صناعة مهمة قوي، وعدد الناس اللي هم بيعملوا في هذه الصناعة سواء من فنانين أو فنيين أو كتاب طبعا عدد كبير قوي لا يقارن مع المغرب. هل لديك نوايا للإنتاج السينمائي في المغرب؟ أنا أتمنى في يوم من الأيام نعمل فيلم، وهذا قلته قبل كده، عن الصحراء المغربية، يعني باقتناع بالقضية نفسها. مجرد رغبة حتى الآن يعني لم تدخل إلى حيز التنفيذ؟ ممكن تخش على حيز التنفيذ لو إن شاء الله يعني أتاح لي السيناريو والورق اللي يرضي فعلا الفكرة نفسها، لأنه هو موضوع كبير جدا وموضوع أنا نفسي أعمله عشان يظهر الحقيقة قدام العالم. هل لديك إنتاج سينمائي قريبا في مصر؟ ما في شك، أنا حاليا بوضب للجماعة اتنين مع الأستاذ وحيد حامد، والداخلين قريب إن شاء الله. ده تلفزيون؟ ده تلفزيون. لكن سينما في كذا مشروع، لكن حولك بأمانة يعني أنا حولك ما منكرش إن أنا بعد 25 يناير ككثير من المنتجين بعدنا شوية عن الساحة. يعني آخر حاجة عملتها كان في الأزرق السنة اللي فاتت، وكان في مهرجان مراكش. كان في مهرجان مراكش. نعم. لكن اعتقد ان الفترة اللي جاية محتاجة مننا فعلا ان احنا نركز اكتر، وانا اعتقد ان سنة 2016 هيكون ليا اكتر من فيلم ان شاء الله. اكتر من فيلم ان شاء الله. طيب خلينا نروح معاك لمنطقة استثمارية. في الوقت اللي مصر بتمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، السياحة متأثرة جدا، بنطلب دعم كل المستثمرين ورجال الأعمال من مصر ومن خارج مصر، بكتشف أن كامل أبو علي المكان الفخم اللي احنا قاعدين فيه ده تطوير لأحد فنادقك في مراكش، في الوقت اللي بعرف أنك قفلت فندق في شرم أو أكتر كمان، هل ده بيبقى إيه؟ رفض منك لواقع مصري شايف مناخ الاستثمار هنا أحسن، عندنا مشاكل في مناخ الاستثمار في مصر؟ اي حد هيعرف المعلومات يحطها كم بعض هيزعل منك قوي. ليس لانك مستثمرا في المغرب، مره اخرى انا اريد التاكيد، بالعكس يعني المغرب بلد شقيق وانا نحب ان المصريين يكونوا موجودين فيها كما نحب للاخوه المغاربه ان يكونوا لدينا، ولكن نحن في ظرف خاص. هل سحبت يدك من مصر وفردتها في المغرب؟ لا طبعا، لا طبعا. انا في مصر عندنا يمكن حاليا شغال في ثلاث مشروعات مهمين جدا، واحد في شرم الشيخ، واحد في الغردقه، واحد في مرسى علم، وما وقفناش الشغل خلي بالك. يعني حتى الفتره اللي هي نقدر نقول فيها السياحه اتاثرت بنسبه 100% في شرم الشيخ، انا فعلا قفلت فندق نملكه وجدد بنجدده بالكامل. في فندق بقى اللي انا بقول لك اللي انا قفلته في شرم ده موضوع يضحك جدا. ده انا ماجره من الدوله
من مدينه يعني محافظه جنوب سيناء. وبعدين في ايام ظروف كان فيها الاخوان و 25 يناير و كان في تعثر كان في تعثر وقفلنا فنادق كتير جدا في شرم، وكان للحركه السياحيه كانت ما فيش سياح اصلا ساعتها. فاللي حصل ان احنا طلبنا تخفيض الايجار لهذا الفندق، وانتظرنا انتظرنا مفيش فايده. المهم قامت دعوه قضائيه بين الطرفين بينه وبين المحافظه. اللي حصل ان في الاخر انا اقبلت بال قلت يعني بعد 35 يونيو يعني الموضوع منتهي. فرحت قابلت السيد المحافظ واتفقنا ان انا هتنازل على الدعوه وهدفع كل الايجار بالكامل، لان لابد ان احنا كنا نساهم. دفعته بالكامل. فوجئت بعدها بقى بالكامل من حوالي اربع شهور. يا ايه ده يعني قعدت اكتر من سنتين دافع الفلوس؟ دافع من زمان. معلش حاجه خالص. وبعدين فوجئت في الاخر ان في المحكمه قضاء اداري بدون ما اعرف بكون معلن، وان بيطالبونا ب 54 مليون جنيه ولابد تنفيذ الحكم وياخدوا الفندق. فقلت فاجئت قلت لا انا مش عاوز مشاكل، الفندق بتاعك اهو خدوه خلاص وتعالى نعمل الحساب مع بعض، لو قال عليا حاجه هدفعها لكن انا هدفع كله. فانت تخيل بقى اخاني وحاولت تراجع الفندق خدوه؟ لا انا بحاول، انا بعت لهم حد 14 انذار على يد محضر لكن مش راضيين ياخدوا. بس هياخدوه، لازم ياخدوه. انا قفلته خلاص دلوقتي. ولكن الاستثمار، احنا لو عايزين استثمار بجد لابد ان احنا نتغير. طيب علشان اروح للنقطه دي، انا عايزك تقول لي ايه اللي بتجده هنا في مناخ الاستثمار بيشجعك على الشغل وبتعمل توسعات، وفي مقابله في مصر مش عارف تعمل ده او شايف ان المناخ مش مناسب قوي؟ بص هقول لك، لا فرق كبير، فرق كبير، فرق كبير. الوقت انا لما جيت المشروع ده كله اتعمل المول مع الاوتيل مع المطاعم مع الباركينج مع الحاجات دي كلها، انا ما رحتش ولا مره الرباط مثلا. ما فيش حاجه اسمها ان انا اروح مدينه ثانيه عشان اخد حاجه ورقه ولا حاجه. لا انا عندي هنا في المحافظه البلديه بتقدم فيها، باجي لك الترخيص وتشتغل بس، يعني مش اكتر من كده. بتقدم لجهه واحده بيخلصوا لك كل حاجه؟ كل حاجه. مفيش حاجه اسمها في السياحه، بس السياحه دي عباره عن يعني ممكن ابعت اي موظف بياخد ورقه ويرجع، يعني الموضوع بسيط جدا. مفيش ال مفيش تعقيدات. لا مش بص، ما فيش يعني مثلا انت ما تيجي تبني فندق عندنا في البحر الاحمر مثلا اللي احنا كلنا مستثمرين فيها وكل مشروعاتنا فيها ونحاول نكتر فيها. احنا مثلا عندنا ايه؟ هتقدم في المحافظه، وبعد المحافظه لازم تاخد موافقه الطيران المدني، والطيران المدني وبعد كده تاخد الموافقه الامنيه، وبعد كده يجي لك بقى البيئه. الامنيه دي يعني جيش. والبيئه بعد كده، فاهم ازاي؟ طبعا البيئه انت عارف انت البيئه، وبعدين هتروح الاثار، وبعدين يعني بتلف لفه طويله. وفي شرم نروح المحاجر، خلي بالك المحاجر مش عارف ليه. يعني في كذا جهه بتعمل فيها. ما فيش شك. طب هقول لك حاجه، احنا مشكلتنا الكبيره ايه؟ ان احنا بنتكلم كويس جدا وعارفين، لكن التنفيذ طب وما نغيرش. يعني انا كنت متوقع يعني ان احنا لابد الحاجات تتغير خلاص بقى، الحاجات دي بقت دمها تقيل وبقت موضه قديمه، وان انا لا، احنا عاوزين مبنى واحد بروح له اقدم فيه واخد منه كل التراخيص بتاعتي عشان استمر. يعني انت هنا علشان تخلص اوراق اوتيل وتوسعه وحاجات كده خدت وقت قد ايه؟ ثلاث اسابيع تقريبا. ثلاث اسابيع في مصر ممكن تاخد قد ايه؟ ثلاث سنين؟ انت وحظك. انت وحظك. يعني ممكن تاخد منك وقت طويل؟ طبعا. بقول لك البيئه ما بتردش. البيئه لا بتقول لك ولا لا. طب قول لا والسبع عشان يصلح. لما مثلا ما تردش البيئه نهائي. خلاص التضارب مثلا لما تيجي تحط رمل على البيتش في البحر الاحمر. بتاخد الموافقه من المحافظه، تيجي بقى كده البيئه تقول لك مش عارف ايه، بقى لك حاصل الحدود. يعني احنا عاوزين بص يا خيري، مشكلتنا ايه؟ ان احنا عاوزين نشتغل بنظام. اديني النظام حتى لو صعب جدا.
نعم وما تديش بس يبقى واضح ومحدد وما تديش اي استثناءات انا نعم. معك 100% هلا ما تديش اي حاجه بتحط النظام والقانون بس ده اللي بيتنفذ. هل الوضع قبل الثوره كان ايسر من اللي احنا فيه دلوقتي ولا هي نفس العقد؟ هي نفس العمليه يعني ما اختلفتش لا في عهد الاخوان ولا لا لحد الاخوان ما كلنا يعني هقول لك حاجه ازاي يعني كلنا كنا منهارين وكلنا ما كانش في حد فينا ليه نفس اي حاجه خالص لا دي اسوأ فتره في حياه الانسان وان كنت اتمنى ان ولادي ان احنا نكون في موجودين في هذا العصر. شايفنا رايحين لقدام ماشيين ولا احنا ماشيين غلط؟ على حسب الوضع الحالي كمستثمر في بلد بتدعو المستثمرين العرب والاجانب انهم يجوا يستثمروا فيها وانت مستثمر مصري بتشكو الان من واقع سيء احنا ماشيين لقدامه بنتطور ولا بنبص تحت رجلينا ولا راجعين ورا؟ عاوز اقول لك يعني ممكن تكون الامنيه ان احنا نتطور خلاص لكن عشان تتطور الواقع الواقع انت لسه محتاج انك انت تكون جبار تكون عاوز ابص يعني عاوز عصايا ومن حديد ونخش نكسر كل الروتين ده عشان بقى تطلع لقدام. لو التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مرات تقريبا والرئيس مؤخرا التقى بعدد كبير من رجال الاعمال ولن تكون المره الاخيره واعلن عن مجموعه من القرارات التي قد تسهل لو كنت ناقلا وجهه نظر بعض المستثمرين في المجال السياحي في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي تقول له ايه؟ هقول له رئيس لازم اللي حواليك من صناع هذا القرار في هذا المجال السياحي يكونوا على نفس الفكر بتاعك وبنفس النشاط بتاعك. انت شايف ان اللي حواليه مش زيه؟ لا الرئيس راكب طياره وعدد كبير جدا لسه راكب عجله. عجله؟ اه بسكليت في فرق كبير جدا. طيب انا مش شايف تشبيه احسن من كده، نحن بنتكلم على مسؤولين راكبين عجله. انا بشكرك جدا. يعني ده كفايه جدا كده الرساله وصلت يعني اصل الفرق بين الطياره والعجله لو قلت لي اتوبيس كنت هفهم شويه لكن عجله دي صعبه جدا يجي يتمشوا بيها هنا في مراكش بشكرك جدا استاذ شكرا بشكركم عايزين نتغير وعايزين نركب طياره كلنا علشان ما عادش في مجال للعجل العجل ده رياضه ونزهه مش قرارات ومش تغيير ومش استثمار ومش تياح الى اللقاء